ولكن قبل ما ندخل في هذه الفقرة ونستقبل ضيوفنا، عندنا مجموعة مهمة حقيقة من الأخبار، ولعل واحد من أهم الأخبار هو حالة الطقس. درجة الحرارة اللي احنا فيها النهاردة درجة الحقيقة قياسية، وصلت في بعض الفترات كده الظهر كسرت الـ 42 درجة، في كلام ان احنا داخلين فيما يسمى بالقبة الحرارية خلال الأيام القليلة المقبلة، أو نكاد نكون دخلناها. درجة الحرارة قد تصل إلى 45 درجة، بيقولوا في الخليج درجة الحرارة هتتجاوز خلال الساعات القادمة 50 درجة بسبب ما يسمى بالقبة الحرارية. برحب بدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتور منار مساء الخير. مساء الخير على حضرتك أستاذ عمرو، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك، وأرجوك طمنينا القبة الحرارية دي أخبارها إيه، وهل فعلا ممكن تصل إلى 45 درجة الأيام اللي جاية؟ في جمهورية مصر العربية في بعض المناطق هتسجل 45 درجة مئوية، وتحديدا في جنوب الصعيد في الأقصر وأسوان. احنا بالفعل بيأثر علينا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا اللي هو القبة الحرارية. دايما المرتفع الجوي اللي بيبقى موجود في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 الى 6 كيلو من سطح الارض بيكون معاه زياده لفترات سطوع اشعه الشمس بالشكل الكبير، بيكون معاه كمان نزول الهواء في طبقات الجو العليا، الهواء وهو نازل بيحصل له ارتفاع في درجات الحراره، بيحبس المرتفع الجوي كميات الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، بالاضافه كمان ان احنا على سطح الارض بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائيه شديده الحراره بتمر على البحر المتوسط، فبيحصل لها تعديل في قيم درجات الحراره، لكن بتتحمل بكميات كبيره من بخار الميه، يعني ارتفاع كبير في نسب الرطوبه. فاحنا عندنا ارتفاع في قيم درجات الحراره وارتفاع في نسب الرطوبه، بالاضافه كمان ان في بعض المناطق في هدوء في سرعات الرياح، فانا حاسس بارتفاع كبير في درجات الحراره، ده طبيعي جدا. احنا عظمى على القاهره الكبرى بنسجل 38 درجه مئويه، ودي درجه الحراره المقاسه في الظرف المحسوسه اللي احنا بنحسها، طبعا اعلى من ال 38 درجه مئويه، يمكن اعلى بدرجتين لثلاث درجات بسبب ارتفاع نسب الرطوبه. وجودي تحت اشعه الشمس بشكل مباشر لفترات طويله ممكن احس بقيم درجات حراره مرتفعه. يمكن الاجواء دي ابتدت معانا يوم الخميس الماضي ومكمله معانا كمان على مدار هذا الاسبوع، طول الموجه نفسها بتخليني احس ان في ارتفاع مش راضي يخلص في درجات الحراره لان هي مكمله معانا على مدار الاسبوع ده كله. متوسط درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى ما بين 38 ل 36، يعني مع نهايه الاسبوع هتبقى 36، لكن ايضا في ارتفاع في نسب الرطوبه فهحس بالاجواء شديده الحراره الرطبه. جنوب الصعيد الاقصر واسوان بالفعل بتوصل ل 44 و45 درجه مئويه، يمكن كمان كل دول العالم او معظم دول العالم بتشهد موجات ارتفاع في درجات الحراره، بعض دول الخليج بتوصل درجات الحراره فيها لفوق ال 50 درجه مئويه، المغرب العربي في الجزائر وبعض المناطق كمان وتونس والمغرب ارتفاع كبير في درجات الحراره، اغلب يعني المناطق فيها ارتفاع كبير في درجات الحراره، لكن مهم جدا ان احنا ناخد احتياطاتنا بالشكل الكبير مع ارتفاع درجات الحراره. احنا اعلى من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات، يعني احنا في المعدلات الطبيعيه تبقى ما بين 34 36، لكن احنا طبعا بنوصل ل 38، وده كل كلامي على درجه الحراره المقاسه في الظل. دايما نقول المحسوسه اعلى من القيم دي، فمهم جدا بقدر الامكان فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 3 4 العصر بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. يعني فتره الظهيره تحديدا لو انا مضطر ابقى موجود في الشارع بلاش. الناس اللي شغلها في الشارع يقدروا ان هم يحاولوا يتجنبوا ده بالطواقي بالشماسي باي شكل من الاشكال، يعني الله يكون في عون الناس طبعا اللي شغاله في عز الحر دول، الله يعينهم يعني. وبلاش كمان اقف مده طويله، يعني بلاش اقف ساعتين تحت اشعه الشمس، ممكن اقف نص ساعه او ساعه واستريح، بلاش الوقفه الطويله تحت اشعه الشمس بالشكل الكبير. طبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، ده شيء مهم جدا. بالاضافه كمان نوعيه الملابس بقدر الامكان تكون ملابس قطنيه فضفاضه فاتحه اللون، ولو اقدر ابقى اكون موجود في اماكن جيده التهويه ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه. لكن احنا بناكد ان على مدار هذا الاسبوع بسبب طول موجه ارتفاع في درجات الحراره هحس بالارتفاع الكبير، فاخد احتياطاتي بالشكل الكبير عشان ما اتاثرش بشكل كبير بالموجه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه.